هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، لقاءات خاصه طبعا ومباريات 12 مباراه طبعا كالعاده كل يوم بالنسبه لي للمباريات. وبيسعدنا ان ينضم لنا طبعا الكابتن حسام شعراوي المدرب العام لفريق نادي طلائع الجيش. برحب بيك في البدايه، ومباراه جيده كالعاده، في تركيز كبير جدا من نادي طلائع الجيش من اول البطوله، لكن النهارده لو بتكلم على المباراه وصعودكم كاول مجموعه، بتشوف النهارده المباراه ازاي يا كابتن حسام؟ اهلا بحضرتك واهلا بقناه الاهلي وكل الضيوف. والله النهارده المباراه كانت احنا صعبناها على نفسنا شويه، احنا الفريق دوت لعبناه قبل البطوله ماتش ودي وكسبناه 3-0، بس يمكن يكون اللعيبه النهارده نازله شويه دلع شويه، احنا ضامنين الفوز، احنا خلاص احنا اول مجموعه اوريدي، فيعني ممكن نكون مش عايز اقول استهتار شويه، ممكن نقول قله تركيز، ده اللي خلى الماتش يطلع بالمنظر دوت ان احنا داخلين شوط. لو بتكلم على التعليمات كابتن وائل كابتن حسام، بتتكلموا مع اللعيبه ازاي؟ عندكم توليفه مميزه، الخبره والشباب مساعدكم بشكل كبير جدا يا كابتن حسام على ما اعتقد الفتره اللي فاتت. طبعا احنا اللعيبه اللي عندنا كلها كبار ولعيبه دوليه، احمد صلاح، محمود رؤوف، الحسيني، محمد السيد، او رشاد، او ممدوح، مش عايز انسى حد والله. نجوم مصر كلهم في كره الطايره عندنا في النادي، يمكن يكون التعامل معاهم صعب شويه بحكم ان هم لعيبه دوليه وكبيره، بس الحمد لله يعني كابتن وائل قادر يتعامل مع اللعيبه ومسيطر عليهم كويس جدا، والناس بتنفذ التعليمات اللي احنا كل اللي احنا بنقول عليه، ما فيش حد فيهم بيتدلع، ما فيش حد فيهم بيستهتر، الناس كلها مركزه، وهدفنا حاجه واحده بس، هدفنا البطوله ان شاء الله. غدا نروحها بعد الغد، نقدر نقول كده البطوله الافريقيه بدات من بعد الغد بالنسبه للفنيات، بالنسبه للمباريات يا كابتن حسام؟ والله بص احنا البطوله بادئه من اول يوم، من اول ماتش، احنا حتى بكره المفروض راحه، احنا عندنا بكره تمرين صبح وبعد الظهر، ما فيش حاجه اسمها راحه، البطوله من اول يوم لغايه اخر يوم، احنا جاهزين وبنستعد كويس قوي، احنا عايزين نسبه الناس كلها نادي الجيش لسه موجود في الصوره، مش معنى ان احنا خسرنا بطوله قبل كده ان احنا خلاص بعيد، لا احنا موجودين وهننافس لغايه اخر وقت. الله يخليك، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن.